Now I'm using. مساء الخير مهدي، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك، ربي يخليك. مناسبه زوينه هذه في جاز وشالا اننا نديرو معك انترفيو. بارك الله فيك بوغ لي فان ديال قناوه ميوزيك. انا بعدا واحد منهم ياك ديال قناوه ميوزيك. ربي يخليك اخويا. وي بغينا نعرفوا المشوار ديالك مهدي، حيت كنعرفوك انت كنت بديتي في الملحون. كيفاش من الملحون تقلبتي للقناوه؟ دابا انا كان عندي واحد لافونتاج فاش كنت صغير. لافونتاج اللي كان عندي ديجا هو كنت كبرت في تارودانت. تارودانت واحد المدينه اللي معروف فيها بزاف ديال التراث، وكنت بزاف مع الدقه بزاف وما مع من بديت. اييه ولكن او ميم طو راه تنديرو تاكناويت مع واحد الدار تنقولوا لها ايت بولبول. اييه كبرنا معاهم في راكين بوج مع الله يذكره بخير في الانجليز، كاين رضوان حتى هو، كاين بامبورو، كاين لاستيك الله يرحمه، كاين المعلم مجيد اللي باقي على قيد الحياه. داكوغ. هذاك المعلم مجيد كردودي، هاد الناس هما مع من كبرنا في تاكناويت. هكاك. في تارودانت. في تارودانت. ولكن كاين المعلم العربي الغر في الدقه مثلا، هو عند من كنا معمرين بزاف، تنديروا القعده الجمعه للجمعه. داكوغ. ودابا ديك الجمعه للجمعه هادشي راه من الصغر تنقول لك 5 سنين 6 سنين. تبارك الله. صافي. تيجريو علينا كاع واحد الوقت يقول لك سير تقرا. اييه. تيجريو علينا. اييه. ومن ديك الوقت اي قعده ديال الدقه معروفه في تارودانت تيكون فيها تتبدا بالدقه لايط. اييه وتيديروا فوس، تيديروا البريحه اللي هي معروفه بتارودانت، هو الملحون ديال تارودانت بلا الات. اييه ملحون قديم بزاف. اييه ومن بعد البريحه تنديروا ما يعرف دابا بالتقيتيقات، أيه. تيكون شي كلام اللي سميتو. وي فاش تنساليو تنديروا شويه تاع عيساويل، شويه تاع حمدوشي، تاع قناوي، هادشي كولا ليله ديال الجمعه. تبارك الله. اييه هكذا كيكبرت. هي نقدروا نقولوا بحال دابا المعلم الكردودي وهاد الاسماء اللي ذكرتي عليهم هما اللي تعلمتي منهم قناوي وتعلمت ودربتي على يديهم، يعني نقدروا نقولوا انك قناوي دابا. لا هذا تيقول لك الحال ما يشاور. انا بعدا ديجا الاصل القصه ديما قناوي، انا بوا جدي هو الدم سعود ولد خليج. داكوغ. بوا جدي هذا كان فريس كلاف عند القايد حيدا مويس. هكاك. هو كان المقدم ديال قناوي في تارودان. او هذاك الشيء يعني في ليجن كاين. دابا هذاك الشيء كاين في ليجن، ولكن بوا جدي فاش مات مسكين في 48، خلى الوالده عندها عام. داكوغ. دابا داكشي باش نقزات واحد لا جينيراسيون عندنا في العائله. وكيفاش حتى هي حتى جيتي وخرجتي لهم من الجلب انت؟ اللي كاين تقول لي الوالده انت راه من صغرك، وانا ما عقلتش متى وليت ميوزيسيان، والله ما عقلت، لان من صغري فعلا 5 سنين 6 سنين كان الناس تيعرفوني في تارودان صغير، راني مع الدقه مع احمد الشابه، انا تنقز سافرت مع 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 الموسيقيين بلوتوريزاسيون ديال الوالده، مازال ما كنت مينور باقي. وي بيان سور. ولا بدا او ميم طون كنت ندير الملحون. اها تنمثل القريحه واحد الوقت. تقدر تقول لي تسخني لنا شي حاجه، شي مقطع صغير من هذه القريحه اللي كتقول؟ القريحه. اييه القريحه. لا لا بحال واخا عرفت شي ندير واحد المقطع. مقطع صغير ندير واحد القصيده سميتها الغيبه. اييه عطلت بسيدي هذا الغيبه وتوحشت به، لا سخيت الفراق معاه، علاش يا مالي قولها مالي مالي يا مالي، سيادنا والمقصود الله قال يا ناس يجي ندهل طحين عول ولفي ونوي غيب، ولفت كل يوم نشوفه نتعت نظر في حروفه وجوارحي عليه روفه، طبع الغزيل ظريف على الخواطر خفيف، قد الفيف حاز الادب وطيبه يرحم من ربه، عاود سيدي محال نراه. تبارك الله صلى على النبي عليك. يعني نقدر نقول على انك انت موسيقي شعبي، اما بما انك غنيت كتغني العيساوي كتغني الملحون قناوه، يعني نقدر نقول موسيقي. واش حتى في هذا الموسيقي الشامي في هذه الجمعات اللي كنتو كتبركوا فيهم في تارودانت، واش نفعوك في هذه الفيزيون اللي كدير؟ تبارك الله وصلاه. بيان سور. دابا واحد القضيه، دابا انا شتي في الصغر ديالي كامل دوزتو لا براتيك اللي كانت عندي، لا براتيك زعما اللي تنعيش في الحياه اليوميه. اييه هي لا ميوزيك تراديسيونيل. افكتيفلي. ولكن انا بيني وبين راسي تنتصنت لسنوب دوغ، تنتصنت لميتاليكا، تنتصنت لا عرفتي لا جونيس. افكتيفلي. الواحد كاين الواحد كيتصنت الراب الار ان بي. الراب الار ان بي عندي واحد هيب هوب الار ان بي ديك الوقت فاتجو داكشي كامل كنت نسمع. وي. والجاز عاوتاني وميم طون الروك وداكشي، واحد الوقيته بانت الموجه ديال كريم زياد والموجه ديال لوركستر ناسيونال دو باربي.
لاباس وي موجه ديال القناوه ديفوزيون ايفيكتيفمون وي هادو فهمتي تيبان ليا بحال داك الشيء انا من صغري اللي تنشوف تيبان ليا على وجه الحقيقه حداك قريب منك مني. يعني شي حاجه كبيره داك الشيء باش تنفكر انا من الصغر ديالي تنفكر بان بهاد الالات وبهاد الموسيقى اللي تعلمت في تارودانت هي باش بين نحاول نولي زعما موسيقي ندير كارير ديال موسيقى حيت شفناك هاد العام تبارك الله وصل عنبي على حسب لي فواياج داك اللي درتي ا ليترونجي وداك الشيء ولي فيزيون اللي داروا كنتي درتي مع هندي زهره كنتي درتي مع ان تريو ديال فلامينكو في الصويره كنتي درتي مع تيتي روبان لو تروك ديال الغجر وهاد وديرنيامون كنتي فاس درتي ان فيزيون مع الهنود اهلي هندي اكزاكتومون يعني كيفاش كت الموسيقى ديال كيفاش كديرها كتلائم هذوك الموسيقى لان كنعرفوا ان التراث ديالنا عنده طبقات والاخرين كيكونوا طبقات يعني كيفاش كيكون التعامل دابا هو واحد القضيه اللي اكتشفت واستفدتها دابا فسميتو يعني دابا تيكونوا تنقولوا كل واحد تيكون عنده واحد الباجاج وي كل واحد تيكون عنده واحد الباجاج زعما ديال تيكون عنده واحد الثقافه كبر فيها اييه ولي زانفلونس لان الموسيقى ما هي الا بنادم تيعبر على شي حوايج ما عندوش الكلمات باش يعبر عليهم كلقاها في الموسيقى تتكون في الموسيقى والانسان باش تيكون موسيقي وتيحب الموسيقى وتيلعبها من القلب راه تيعيش الموسيقى وي والحاجه اللي عندي في سميتو يعني كل واحد عنده هاد البيئه ديالو فاش كبر وي. وكل واحد عنده هاد الثقافات ديالو اللي هما ثقافات مختلفه وي وانا تلقى بان حتى حنا راه عندنا هاد الثقافه يعني عندنا واحد لونبراند وماشي تيجعلنا بان عندنا الثقافه باننا بينا نتغلقوا في هذاك النطاق ديال ثقافتنا لا بالعكس الثقافه ديالنا بينا نكونوا متفتحين لثقافات اخرى وقداش ما تنتلاقاو مع ثقافات اخرى وموسيقات اخرى بس قداش ما تنفعوا الموسيقى ديالنا ماشي تنضروها تنفعوها داكوغ لان ديجا الموسيقى اللي عندنا اليوم في المغرب وي. ما هو الا خليط من الموسيقى الافريقيه والموسيقى العربيه والموسيقى الاندلسيه والموسيقى الامازيغيه بزاف ديال سميتو هو اللي وصلنا حنا دابا هذاك الشيء اللي كاين يعني حنا ما خصناش نغلقوا راسنا في هذا وهي الحمد لله كنعرفوا ان بلادنا الحمد لله في المغرب جات في واحد الموقع اللي استراتيجي الحمد لله مفتوح على بزاف ديال الثقافات بزاف ديال الثقافات يعني حتى الثقافه الغربيه الثقافه اللاتينيه يعني الثقافات كلهم الحمد لله كيجوا عندنا البلاد كي هذا وهنا كنجي الالبوم ديالك مع تيتي غوبا تيتي غوبا تيزيري هاد الالبوم اللي كنصنتو ليه كنشوفو كل اغنيه سي كوم ان كونت بحال شي قصه كتحكي يعني تقدر تعاود لينا ليكسبيريونس كيفاش كانت هي هادي سي ليكسبيريونس دابا معاكي قلت لك قداش ما تلعبوا مع بزاف ديال الموسيقيين والثقافات مختلفه ما خصناش نكونوا زعما مغلوقين قداش ما تتعلموا بزاف ديال الحوايج وقت ما تلاقينا مع ان ارتيست جديد كوني على يقين بانك بتعلمي حاجه جديده معاه بحال دابا تيتي غوبان شنو تعلمتي منه تيتي غوبان بزاف ديال الحوايج تيتي غوبان دابا تلاقيت دابا صافي 6 سنين دابا تنتورني معاه وي اول مره تلاقيت معاه كنت انا في واحد البروجي مع برازيليين وي وهو كان في بروجي مع فلان بوحسين وخالد البركاوي ومجيد بقاس داكور ولعبوا هما ولعبنا حنا مع البرازيليين دونك تعرفت عليه دازت واحد عامين وجات 2009 بغات تيتي باش يسجل هذاك الالبوم هو كان واحد الكوفري سميتو لي غيف وفيه واحد الالبوم مع 25 موسيقي في الهند تبارك الله واحد الالبوم مع 25 موسيقي في تركيا واحد الالبوم مع 25 موسيقي في المغرب وكسجلت مع انا وفلان وكان خالد البركاوي كانت الشريفه ديال الاطلس وكان حسين الطاوس كانوا بزاف ديال الفنانين 25 واحد تبارك الله وسلامي بيه وفاش سالا الالبوم خرج الالبوم خصو يدير هذاك الالبوم في الكونسير عرض على واحد من الهند واحد من تركيا وواحد من المغرب وكان عندي الحظر من اللي عرض عليا انا ومشيت درت معاه دونك تنتورني وهذا الشيء من 2010 وي حتى ل 2014 هو يقول لي دابا انت تورنينا بزاف وتفاهمنا بزاف وي حيت لاحظنا في لا ديرنيير سواغ اللي كانت في لانسيتي فرونسيز يعني كاين واحد التناغم تبارك الله وصلنا لبي كبير ما بينك وبينه واه تيتي لان واحد القضيه بعدا كاين واحد لو كوتي هيومان بعدا هذاك مع العلاقه الانسانيه بينك وبين الارتيست وي الا ما كنتوش بعدا القلب على القلب ونسيتو الحدود ونسيتو لي فرونتيير ونسيتو الجنسيات ونسيتو الديانات اييه كونسونتريتو على هذيك البركه اللي غديرو مجموعين ربي راه تيجيب التيسير طونكو العلاقه زعما تدي الموسيقى من القلب وتنحاول نعيش الموسيقى ديال تيتي وي. يعني تنكون نجحت شويه بانني نلعب داك الطريقه باش بغاه هو داكو. لان الالبوم تاع زيري مثلا هو اللي كومبوزاه
وي حتى الكلمات هو اللي كتبو ايفيكتيفمون داكشي وي وترجم ترجمتهم للعربيه العربيه بالمساعده ديال واحد الصديق ديالي سميتو عثمان نجم الدين داكور وجيهان جواري تما تعاونوا معايا وترجمنا هذاك لو تيكست وحاولت باش نغديه كما قلت لك وهادي ماشي تنتصنعوها ولكن ديما تيبان لك التمبر ديال المغرب والتمبر ديال الحمد لله ديال تاكناوي حتى في اللعب الجمبري هذاك الشيء اللي كيبان وي التمبر يعني زعما البصمه المغربيه ديما موجوده حاضره مع كاع الموسيقيين البصمه ديالنا هي باش تنفتخروا ديما وبغينا نعرفوا انك كنعرفوا مهدي كيلعب على بزاف ديال لي زانسترومون يعني ملي كتكون في لا سين وهداك الشيء كنشوفو مهدي ها هو مره جمبري ها مره ديك الرباب يعني اين وحده اللي كترتاح فيها بزاف ايوا اش نقول لك الله يرزقنا التسليم لجنبري الله يرحمه المسكين الله يرحمه جبتيني فين باغي نوصل والله العظيم الله يرحمه بغيتك تقول لي كيفاش دوزتي لوماج اللي كان في موازين ديرنييرمون مع ولادو يعني كيفاش داز هذاك لوماج ديال المعلم محمود غينيا يعني واش كتشوف حسام لا غوليف انا واش غادي يكمل ان شاء الله المسيره ديال الوالد ديالو الله يرحمه وداك الشيء يعني كيفاش كانت انا واحد القضيه فاش مات المعلم مسكين الله يرحمه زعما يبقى فينا كلنا يبقى فينا كامل لان جا شوك كبير كاين واحد لو شوك كبير لان كوميم هذاك الراجل مسكين راه سامبول كبير ديال هذه الثقافه المغربيه اللي هي الثقافه هي العرق الوحيد الافريقي بقى عندنا في الموسيقى المغربيه هذه كاينه عندك هذا هو العرق الافريقي وحنا دوله افريقيه دوماج مؤخرا تعرضنا بزاف ونسينا زعما ليدونتيتي افريكان وي ولكن ملي مات المعلم مسكين وزعما حسينا بواحد الفقدان ديال واحد المعلمه كبيره في هذا الحال اي كتحس بواحد الفراغ ولا تتحس بواحد الفراغ ولكن كومي من بعد فاش تتشوف تيموت المعلم الله يرحمه تدوز واحد المده وتتشوف ولادو بهذا الشغف بغاو يحملوا المشعل ديال باهم واللي ثقيل واللي مشعل ثقيل وي تنتمنى غير يا سيدي ربي توفقهم وهذوك ولاد قناوه وكابرين جدهم قناوي وامهم قناويه وعمامهم قناوه كي بغيتيهم يخرجوا يخرجوا قناوه غادي يخرجوا قناوه وحسن تبارك الله عليه ولا حمزه تا هو حمزه تيغني مزيان اييه تيغني مزيان هي تيحشم هو تنقولها ليه ديما ولا حسام تبارك الله عليه تبارك الله عليهم الدراري ولاد قناوه ما كاين ما يتقالوا ان شاء الله هما احسن خاله في الباو والحمد لله وشكر لله بعدا ملي كاين الخاله في الباقه ديال كاين الخاله الحمد لله كلمه الاخيره مهدي لي فان ديال قناوه ميوزيك شنو تقدر تقول لهم اش نقول لك اودا اختي مريم بعدا واحد القضيه الحاجه عيتي اجل الحاجه اجلس زيد الحاجه ماشي هيت الحاجه مسكينه ايوا صافي الحمد لله اي تمام عييت يسمع الحاجه لا عييت ان شاء الله تنوضي بالسلامه ان شاء الله امين تهلاو في هاد الناس هادشي اللي بغيت نقول لك دابا لي فان ديال قناوه ميوزيك كاملين وهو هاد لي جون دابا حنا تنقدروا نعرفوا نضربوا الليله اييه ونقدروا نعرفوا نضربوا الليله ونقدروا نعرفوا الطقوس ديال الليله ولكن راه داكشي اللي داروا هادوك المعلمين اللي كبروا منا راه ما عمرنا غادي نوصلوا ليه كاينه باش ما درنا يعني يبقى ديما داك الاحترام ديال هادوك الناس اللي كبروا منا او انا بعدا ما عنديش لي فان مهدي الناس ولي انا عندي الحباب والصحاب الحمد لله فان بنات خالتي وبنات خالتي ربي يخليك وقبل ما انا تنقول قلتها لك هذا واحد المره في واحد الميساج واقيلا قبل ما تعرفيني انا اللي كتبت لك واحد الميساج ايفيكتيفمون اييه قلت لك تبارك الله عليكم نتوما هما لا فري بريس كي ترافاي دون لونغ ربي يخليك هذا الشيء تنقولوا من القلب ورانا ربي يخليك هذيك لاشين ديالكم قبل ما نعرفكم ربي يخليك مهدي سي تري جونتي عرفتك اختي بنات